اقول لك ايه وعد لك ايه يا خالد يا بيبو، ما عنديش حاجة يا ابني اقولها لك، خلصت كل الكلام. تلقى تمريرة هي ليلة ما تتنسيش، ذكرى من ذكريات الأهلاوية اللي ما زلنا فاكرينها لغاية النهاردة. فات يمكن أكتر من 20 سنة، لكن ذكريات الستة واحد وكأنها كانت امبارح بالليل. نصف دستة أهداف في استاد القاهرة على حساب الغريم التقليدي ومنافس النادي الأهلي نادي الزمالك، ليلة تألق فيها رضا شحاتة، خالد بيبو، إبراهيم سعيد، طبعا دول اللي أحرزوا الأهداف. لكن كوماندوز الأهلي الحقيقة كانت ليلة لا تنسى، منهم سيد عبد الحفيظ، منهم أحمد بلال، منهم محمد فاروق، منهم وائل جمعة. ليلة الحقيقة ما مش ممكن تسقط من ذاكرة الأهلاوية. فقلنا نفكركم بما أنه النهاردة الذكرى ال 21، أعتقد لأن المباراة كانت 2002، ال 21 وهكذا هو تاريخ الأهلي دائما. خد بالك دائما وأنت بتتكلم على تاريخ النادي الأهلي، النادي الأهلي طول عمره كبير وتاريخه وانتصاراته وأمجاده يعرفها الكل، يعرفها الجميع. وبما أنه هو نادي القرن، فخليني أقول لك كمان أنه ده واحد من أهم الدوافع عند الأهلاوية، سواء كنا بنتكلم على إدارة أو على أجهزة فنية أو حتى على لاعبين، رياضات فردية كانت أو رياضات جماعية، لتحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات. للدرجة اللي تخليني أقول لك أنه بجد لما تبص لتاريخ النادي الأهلي العريق، نتكلم 1907 يعني 114 سنة، نتكلم على أنه يمكن تكون أفضل فترات النادي الأهلي على مستوى الإنجازات وعلى مستوى التألق والألقاب والبطولات هي آخر 20 سنة. في رغبة كبيرة جدا عند كل من يمثل النادي الأهلي لزيادة رصيد الأهلي من الإنجازات. وعد وشوف في آخر 20 سنة أو آخر 23 سنة، بما أن احنا في ألفية جديدة، إنجازات الأهلي على كل المستويات، قارية كانت، محلية كانت، أو حتى على المستوى العالمي، عاملة إزاي؟ تعرف أنه الأهلي أكثر توهجا في الألفية الجديدة.